قال رسول الله أي محفرة البئر في معركة الخندق لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأميرها أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. في البداية بذل الفاتح جهودا مختلفة للتخطيط والترتيب لفتح القسطنطينية، واعتنى بتقوية الجيش ماليا ومعنويا حتى يغرسوا فيهم روح الجهاد ويذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء على جيش الفاتح حتى يجتهدوا في فتح القسطنطينية، عسى أن يكونوا هم الجيش المقصود. فمن هو صاحب تلك البشارة؟ أنه محمد الفاتح ابن السلطان العثماني مراد الثاني الذي نجح بفتح القسطنطينية وأمره 19، وهو أول الشباب في الدنيا يكون رئيسا للدولة. قم يا صديقي. شكرا يا مولاي. وعلى مرات السنتان أطمح بفتح القسطنطينية وأن أكون هو المقصود ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقع القسطنطينية في موقع صعب بين 7 جبال وحفرة كبيرة طولها 60 مترا وداخلها 25 مترا بينما قلعتها خارجية طولها 10 أمتار وقلعة وعاليتها داخلية طولها 15 أمتار. من هنا بنينا قلعة كبيرة على الشاطئ الأروبي، ثم بنينا أيضا قلعة بما يسمى بقلعة وداخلها 25 مترا بينما قلعتها خارجية طولها 10 أمتار وقلعة وعاليتها داخلية طولها 15 أمتار. وصنعنا مدافئا لم يرى مثله من قبل، كان يزن 700 وتزن القذيقة الواحدة 1500 كيلو. وقمنا باستعداد 1500 جنديا وهم يستعدون للحرب. وضعنا أيضا سبل الحرب 126 سفينة. أتريد أن تقاومنا وتريد استيلاء على قسطنطينية؟ لا تظن ذلك، وهل رأيت ما فعل آباؤكم وأجدادكم وما نجحوا بعد ذلك؟ يا عدو الله لا تتكبر، والله على كل شيء قدير. مولاي نحن على يقين نقتحم على القسطنطينية. تكبير. الله أكبر الله أكبر. يا إخوان خذوا أنفسكم وسفينتكم، سيهجم العدو عن قريب. الله أكبر الله أكبر. قاربوا. يا أيها الفاتح امشي وارجع جيش المسلمين إلى الوراء حتى لا يتعرضوا على الموت. اثبتوا ويسبكم الله. اثبتوا ولا تنقلبوا إلى ورائكم. لست هو الذي في مقصود الحديث. لا تيأسوا من روح الله وابدأوا خطوات الحرب. إن الله مع الصابرين. هيا بنا اسحب السفن عن طريق الجبال، وهل نتمكن على ذلك؟ نحن في ورائكم يا مولى. الله أكبر. الله أكبر. لا نيأس من رحمة الله، وهو مع الصابرين. وقد نجحنا في سحب الفن واستفرقنا بليال عديدة، والآن نحن على نجاح وافر والحمد لله، وسنقتحم مدينة القسطنطينية فتحها عن قريب. تكبير. الله أكبر. هيا بنا واحلموا. تكبير. الله أكبر. يا
يا مولى، سفينة الفتح وجنوده وصلوا أمام قلعتنا. لا تخافوا ولا تحزنوا، وأنتم من جيش الأنصار. إلا ماضينا ملئ الفوز، ونحن نأخذ الفلاح والمدن للشركة. حبالنا الحبال العالية، لقد قدرت سيوف العدو، ونحن نأخذ علمها الموتى، وتعالى من أجل المجد. اليوم ونحن سوف يثبت ذلك في أسلافنا أننا خلفاء تستحق. لا تنسى انتصارا عظيما بالإيمان يستحق. وأنا أعلم أن الشجاعة سنقطعها هذا الحاجز. صباح ونحن سوف نفتح أعيننا ويتحس يوم جميل، إنا لا أشرب قبل هزيمة العدو بالنجاة. لا تخافوهم وهموهم. سلموا تسليما. بسم الله أبرأ هذا العالم، وقد من الله علينا هذا الأرض ليكون هذا الحب فتحا يهدينا كهنا وبرفع ورحمة. الله أكبر. يا عدو الله، قتل الجيش سيدكم وإخوانكم، وأخذنا كل ما عندكم، ولقد نجحنا هذا الحب. الله أكبر يا لطيف ألطف بنا. وتوفي الفاتح في 5 مارس 1481. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the cross flame. Yeah.
conductors, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. You can be the jack, banging on the wall. You can find a jazz, you can beat the clock. You can move a mountain.